كلمتيها؟ انت مش قلت لي ان تليفونها مقفول؟ ايوه، ومش في البيت، وما شكلهاش بقى جايه الشغل النهارده. عايز اقول لك بقى على حاجه كمان، لو ما جاتش على اخر النهار انا بنفسي هروح لها البيت. رامي بليز اهدى شويه، مش انت كلمتها امبارح لما عمها كان هنا؟ يس، ومن ساعتها لا جت ولا ظهرت. طيب يبقى ممكن تهمد شويه. بس انا هموت واعرف هي بتفكر في ايه وبتعمل كده ليه؟ ليه بتعمل كده؟ تسمعني وما تقولش حاجه؟ يس 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 يس، احكي لي. انا عمري ما قلت اي حاجه انت قلتيها لي لاي حد. لا انت سيحت لي في حكايه الايميل اللي اتبعت لنديم، وعلى فكره هي خدت بالها. خدت بالها مين؟ انت حظيتي انا رشقتها في اميره. وايه يعني صدقت؟ قالت لك كده من غير ما تقول. انا مش غبيه ولا حماره عشان ما افهمش من عينيها كانت عايزه تقول ايه. اوه، من عينيها؟ ها، تيجي ناخد بالها من عينيها ونروح معاها العزاء؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه يا رامي؟ هي اتخنقت منك، مش طايقاك. اتخنقت مني انا؟ فيا ريت بقى تنزل من على ودانها وتهدي اللعب. هي دي افتكاسه منك ولا طب انا بقى نفسي افهم ايه اللي حصل عشان توصل لكده. اتخنقت منك يا رامي، ما هو مش طبيعي برضه ما تعديش ساعه من غير مكالمه واتساب مسج، ايه ده؟ ولما ما تردش تروح تلاقيك في البيت باي حجه. يوم المزرعه بقى يا حرام لما خدت عمرو ما خدتكش انت، ويوم العزا لما خدتني انا برضه كان هيجرى لك برضه حاجة لما راحت معايا انا وما راحتش معاك انت. ايوه ما انا بقى عايز افهم اشمعنى انت تروحي معاها وانا لا؟ عشان هي كانت مكسوفة تروح العزا، ما تعرفش حد هناك غير نديم. بس دي كانت اصلا فكرتي انا، فكرتي ان هي تروح العزا وتعزيه وتقرب منه. جرى ايه يا رامي؟ في ايه لما تروح معايا؟ انت مش هتبطل نفسانتك دي؟ وبعدين بقى فكك من الحلم اللي انت عايش فيه ده. وعلى فكرة ملك مش اللي ممكن حد يسيطر عليها او يحطها في جيبك، ماشي؟ وتهرشت على فكرة يا رامي، ومن بدري. انتي شايفة كده؟ لا انا مش شايفة حاجة خالص. مين دول؟ لجنة من الضرايب عايزة ملك. ضرايب؟ أنا محدش بيلوي دراعي يا جمال. المفروض انها تقدر اللي انا فيه، مش عشان هبيت فيها بكلمتين تقوم تستخيل. عقلها كده وخليها تباشر شغلها. مع السلامة. في ايه؟ أميرة عايزة تستخيل. هو ده وقته؟ هتصرف. طب عايزة تستخيل ليه دي؟ هتصرف ما تقلقيش. ايه الناس الغريبة دي؟ ليه دي بقى؟ عشان حاجات كتير قوي هو عارفها كويس. يا اميره ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، الراجل متضايق جدا، واللي واصل له انك مش مقدره الظرف اللي هو فيه. انا مش مقدره؟ هو كان حصل ايه لكل ده؟ هو عارف. كل اللي انا فهمته من المكالمه انه شد عليك شويه، وده مش جديد، ما يستدعيش كل ده. ما هو لما حد يشكك في ولائك واخلاصك لازم تاخدها من قصرها وتمشي. مش في الظروف دي، لما الراجل يبقى محتاج لك ما تسيبهوش. ما انا هجهز كل حاجه قبل ما امشي. امسك الميل ده، انا قدمته للشؤون القانونيه عشان يرفعوا قضيه شرط جزائي على اللي اسمها ملك الجرح دي. عايزاك ما تمشيش النهارده من غير ما تتاكد انهم خدوا اجراء في الموضوع ده. وادي الشيك الديبوزيت اللي خدته لهانم، انا كلمت البنك وتاكدت ان هي ما صرفتهوش.
واديت امر بمنع الصرف، وخلي حد بس بيتابع معاها من البنك عشان لو صرفته يرفعوا عليها قضيه نصب. وهو البنك مش هيصرف لها. ايوه ما انا عارفه، بس هي لما تفسخ العقد من جانبها وتروح تحصل الشيك ده معناه انها نصابه ومحتاله رسم، وانا حاسه انها هتعمل كده. ايوه هو ده، وادي عقد ب 150 مليون جنيه. خالف اهو فاضي لي كده، شوف انا احب الحاجات دي قوي. الله 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 الله، يا استاذ فادي تعرف ايه عن العقد ده يا استاذ؟ بص حضرتك كويس في تاريخ العقد هتلاقيه جديد، ان شاء الله هتلاقيه في اقرار السنه الجايه. اه ده عشان وقع في ايدينا، لكن لو ما كانش وقع في ايدينا ما كناش عرفنا عنه حاجه. ازاي بس يا فندم؟ هو حضرتك العقد ده مش فيه شركه تانية؟ اكيد الحسابات هناك هتبلغ. اه والله اعلم بقى انتم متفقين على ايه بالظبط. الله اعلم بقى اذا كان في عقود زي دي مستخبيه واحنا ما نعرفش عنها حاجه. يا ابني ده انتوا السنه اللي فاتت مقدمين اقرار بالخساره. ما هي دي الحقيقه يا فندم، احنا الشركه بتاعتنا طلعت السنه اللي فاتت خسرانه. يا عيني. ولا حضراتكم ما عندكوش فكره عن الظروف اللي البلد كانت بتمر بيها؟ يعني لا كان لا في شركات ولا اعلانات عشان تبلغ. هي ايام سودها تعدي علينا. انا عارف. ما تحاوليش ما تحاوليش. طب يبقى ما فيش غير ان انا اروح لها البيت على فكره. انت وانت ليه مش عايزه تسمعيني؟ مش انا قلت لك ان انا كلمتها في البيت بنتها ردت عليا وقالت لي انها خرجت؟ طب وبعدين هنجيبها ازاي؟ اقول لكم على فكره. قولي يا ست عبقرينو. ما تقولي السواق. ايوه يا استاذه نهى، احنا في مشوار دلوقتي. لا هي مش معايا. طيب طيب حاضر هقول لها. بتعملي ايه؟ ما هو بص بقى، مش هتقعد كل ده من غير اكل يا نادين. ما ينفعش اسيبك شويه ارجع الاقيكي واقفه في المطبخ، ما صحش كده. ممكن تسيبني براحتي؟ ايه ده؟ طبعا عايز تثبت اني طباخه فاشله، بس مش هيحصل. ترتاح بره 10 دقايق وتسيبني اتعامل مع المكان ده مع نفسي. وتفتح الباب. نصر السواق. سواق ايه؟ السواق بتاع مدام ملك. عايز ايه يا نصر؟ يا فندم يا فندم لو سمحت، اللاب بتاعي ذنبه ايه؟ يا سيدي عارف ان اللاب بتاعك، وحد قال ان اللاب بتاعي، انا عارف انه بتاعك، عليه شويه بيانات، هنبص عليها وبعدين نرجعه لك تاني. يا فندم بالعقل كده بس لو سمحت، ده مفيش جواه عقود ولا حسابات ولا اي حاجه ليها علاقه بيكم اصلا. عارف انما عليه برامج عليه اعلانات. أيوة. الحاجات ديت بنترجمها لفلوس. فلوس فلوس ايه يا فندم بعد اذنك لو سمحت؟ انت خايف ليه؟ هو عليه حاجه مخله؟ لا يا فندم لو سمحت، يا فندم لو سمحت اللاب يا فندم بعد اذنك. لا واضح ان هم متوصي عليهم رسمي يا استاذ. شكلها كده حد مقدم ضدنا بلاغ.